أطلقت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية فعاليات مبادرة خطى والتي تستهدف ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بشأن توفير بعض المساعدات من كراسي متحركة عادية وكهربائية، وذلك بمركز شباب الشيخ زايد لدعم ذوي الهمم. واستطاعت مبادرة خطى ضمن مبادرة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية على توزيع 70 كرسيا كهربائيا متحركا لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة من الأكثر احتياجا، كما نفذت خطى احتفالية جمعت فيها أكثر من 2000 أسرة لتسليمهم 2000 كرتونة مواد غذائية. المبادرة دي إن شاء الله هيتم تسليم فيها 68 كرسي ثابت ومتحرك على إخواتنا من ذوي الهمم والمرضى واللي بيعانوا من إعاقة في السير وفي الحركة. إحنا النهاردة مبسوطين بتواجدهم معنا، ومش ده بس كده، إحنا إن شاء الله هنتم توزيع كراتين عدد لا بأس به إن شاء الله على إخواتنا المحتاجين. متواجدين النهاردة في مدينة الإسماعيلية ومستهدفين أكثر من 70 حالة إنسانية من كافة مراكز وقرى محافظة الإسماعيلية. عندنا الكراسي بتتكون ما بين كهربائية وما بين عادية، ودي على حسب حالة الإعاقة الخاصة بالمواطن نفسه. تحيا مصر، والنهاردة بوزعوا كراتين وبوزعوا كراسي للمعاقين، ويعيش الرئيس عبد الفتاح السيسي وربنا يخليه لنا يا رب. حياة كريمة والله العظيم، وإحنا بنشكر الرئيس وبنشكر حياة كريمة وبنشكر من يوم ما إيجي عمار ومن يوم ما إيجي علنا المعاش وزودنا كل حاجة. إحنا بنشكر سيادة الرئيس على المبادرة الجميلة ديت، وربنا يديله الصحة يا رب ويكفي شر المرض على المبادرة الجميلة ديت. أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ومبادرة حياة كريمة عن هي بتهتم بالمعاقين ومتوفر كل اللي إحنا محتاجينه. أنا بحب أشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو وفر لنا الكراسي المتحركة، طبعا سهلت علينا حياتنا واستخداماتنا. بحب أشكر مؤسسة حياة كريمة اللي وفرت لنا الكراسي ومهتمية بينا طبعا زيادة عن اللزوم. ربنا يوفق سيادة الرئيس على العمل الخير اللي هو سلم أخويا الكرسي، وجزاه الله كل خير.